سمية جابت لكم بروجي حتى للدار، وان شاء الله مازال الخير قدامي الا بغى الله. الله يسهل عليكم، يلا ما تحشمونيش، الله يسهل عليكم، تفعلوا مع الفيديو. وشكرا شكرا شكرا لكم، وعمري ما نسالكم الخير ديالكم. السلام عليكم احبابي العائله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ شكرا لكم بزاف بزاف، راكم مزايدين وكتفرحوني. الناس باقي كيدخلوا عندي ما شاء الله، اللهم بارك يا ربي تحفظكم في هاد العواشر كما فرحتوني وفرحتوا وليداتي في هاد العواشر في هاد القناه، الله يجعل ربي يفرحكم. مهم خواتاتي صحاباتي، جبت لكم اليوم هميزه 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 واعره، خدمه في الدار. يلا اختي صاحبتي اي متتبعه ديالي بغيتها تستافد، جبت لكم خدمه حتى للدار. شنو خصك؟ ما تضربي لا تماره لا والو، تليفون لا انترنيت، يلا ما تحقرونيش. اي جبت لكم بروجي واعر واعر ما شاء الله، الله يحفظكم ويحفظ لكم عائلتكم. مهم خوتي هذه خدمه زوينه ما شاء الله، اللهم بارك، خدمه يعني ما تضربي فيها التماره. كاين الناس اللي عندهم جوج خدمات خصهم يزيدوا الثالثه، كاين الناس مهم مهم انت دايا وليداتك يقراو وانت تخدمي، يعني اللي في الاستطاعه ديالهم. والله خدمه واعره واعره ما شاء الله، ولكن ماشي للمغاربه، يعني اللي في الخارج. كنتمنى كاع من هو من هي اختي تفرجت فيا من الخارج، ان شاء الله غادي تنفعل معها الفيديو. وهذا الفيديو بغيت تبارطاجيه تبارطاج، الله يرحم لكم الوالدين. هذه خديمه زوينه سهله، ما فيها لا عذاب لا تماره لا جفاف لا والو، انت جالسه اختي وانت خدامه في دارك. والله العظيم اش غنقول لك، يا ريت وكان جينا حتى حنا المغرب ان شاء الله نخدموا فيها، علاش لا؟ انا واخا ما قريتش والله حتى نخدم فيها. مهم تحقق هذه الخديمه، تحقق منها الاحلام ديالك. يعني اش غنقول لكم، والله ناضي اختي اللي كتشوف هذا الفيديو تقفل هز النمره، النمره غنحطها لكم هنا. انا واخا نشرح لكم ما غنشرح لكمش بحال السيده، غتهزي النمره وغتعيط للسيده وغادي تقولي لها جيتك من عند يوميات سميه، وغادي طلعوا لي المعنويات ديالي حتى انايا، الله يجعل ربي يفرحكم. راكم واقفين معايا ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. والله الا مفرحيني اقسم بالله الا مفرحيني، شوف فين كنت الحمد لله دابا الفضل كيرجع لختي جنيده، الله يحفظها، وخويا عبد السي عبد الوهاب الله يحفظهم ويحفظ ليهم وليداتهم. يلا اختي صاحبتي هزو النمره اللي في الخارج، هزو النمره وعيطوا السيده وهي اللي غتشرح لهم مزيان، وما تحشمونيش الله يرحم لكم الوالدين، عيطوا لها. يعني حنا خصنا نديرو يد في يد بنادم، اي واحد نتعاونوا، انا كتعاونوني انا، يعني مهم نديرو يد في يد ونكون باش حنا مسلمين باش حنا خوت. غادي تهزو النمره وغتعيطو للسيده وغادي تخدموا ان شاء الله على راسكم غير من الدار ديالكم. المهم خدمه كتحتاج شي حاجه، واحد الرصيد، الرصيد اللي هو رمزي صغير ولكن من بعد كيولي ما شاء الله. يعني والله العظيم الا انا عجبات لي هذه الخدمه، وان شاء الله هزو النمره ديالها هيا نخليها لكم هنايا. وسمحوا لي الا ما عرفتش يعني نشرح لكم شي حاجه ولا، مهم انا جبت لكم خدمه حتى يلا. وغادي تعيطوا السيده وغادي تقولوا لها جيناك من طرف يوميه سميه، وغادي تشرح لكم ان شاء الله. صافي خوتي الله يخطيكم والله يجعل ربي يفرحكم. المهم هذا الفيديو راه غنديرو غير قصير هنايا باش تفهموه مزيان، باش ما يجيكمش طويل وممل. يلا حبايبي خليتكم على خير، ساعه اخرى ان شاء الله، وتسنوا الفيديو الجاي ان شاء الله.